اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله الابيزود هذه باش نكملوا في الالجيه البغلانية. ان شاء الله باش نشوفوا ان اكزرسيس تيب ديكزامان تشوفوه لي فالور بروب او لي بولينوم كاركتيرستيك تو دي بون من الماتريس اللي قدامنا باش نشوفوا كومون مونتري كو اون ماتريس اي دياغوناليزابل. Nous allons déterminer comment chercher la matrice de passage T et en déduire enfin l'expression de la matrice A moins 1. Ben, problème la matrice A. Donc, maintenant, alors, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Ben, de la correction. حاجة تريز امبورتونت ديما ننصح بها ليزيتيديون، كل ما تلقى قدامك ماتريس حاول تشوف لي كولون متاعها ولي ليني متاعها بلغة أخرى، بلغتنا احنا متاع الشارع بزنسها الماتريس. بزنسها الماتريس علاش؟ على خاطر بارفوا تبدأ قدامك انت ان ماتريس نيل ولا نيل بورتونت ولا ايجال ديترمينون متاعها ايجال زيرو بلغة أخرى، وانت تبدا تحسب وتحسب وتدخل في الكالكيل وتاخد بامال دي ميثود، وبارفوا تغلط في السيني وتلقى ريزلتا نتاعها ماهيش ايجال زيرو، وتكمل تخدم في خدمتك ومن بعد كل يمشي في الغلط. باه، شنو هما لي زاستيس اللي نجم انا نشوف بهم من نظره هكا بركه انه متبزنيسه هذيك، ان الماتريس هذه ديترمينون نتاعها ايجال زيرو. باه، في الماتريس هي تتكون من دي لينيا اي دي كولون هكا، ولا باغ اكزومبل ماتريس هذه عندنا فيها 3 لينيا اي 3 كولون، سكي ماتريس كاري دور دو 3. لو كان لقيت انت باغ اكزومبل اللينيا الاولى ايجال اللينيا الثالثه، ستادير لي كو فاكتور الموجودين في اللينيا الاولى موجودين هما بيدا في اللينيا الثالثه، دونك راهي الماتريس هذيك راهي ايجال زيرو. اش معنى يعني سوا ديزون هنا مثلا لهنا لقينا هنا موانز ان هنا ان هنا ان، ولهنا في لينيا 3 كيف كيف هنا موانز ان هنا ان هنا ان، دونك راهي الماتريس هذيك ايجال زيرو. كيف كيف في لي كولون، كي لقيت الكولون الاولاني بار اكزومبل ايجال هو بيد والكولون الثاني ولا الكولون الثالث، دونك زياده راهي ايجال زيرو. هذوما يتسموا دو فاكتور، خاطر الماتريس هي مكونه دي دو فاكتور، هذا فاكتور ان هذا فاكتور دو ولا هذا فاكتور في 3 ولا كيفاش تسموا فيهم. لو كان لو دو فاكتور نو سون با ليبر، دونك راهي الماتريس ايجال زيرو. باهي، فما كا اخرى كيفاش؟ مثلا تلقى الكولون الاولاني موجود الضد نتاعو في الكولون الثاني ولا الكولون الثالث، اش معناه؟ معناها يعني سوا ديزون ناخذ ليكزومبل هذا، في الكولون الاولاني عندي هنا موانز ان وهنا ان وهنا ان، لو كان نلقى في الكولون الثالثة سوا ديزون هنا في بلاصة الموانز تولي ان الضد نتاعها، ولهنا في بلاصة الان هي موانز ان ولهنا موانز ان، دونك راهي حتى هذه راهو ايجال زيرو ديترمينون. باه، شنيا ال الكا الاخرى؟ الكا الاخرى كي تلقى بار اكزومبل لينيا كامله ولا كولون كامله كله زيروات، لينيا كامله ولا كولون كامله كلها زيروات، باغ اكزومبل كان نلقاو هنا كلهم هذوما زيروات، دونك الماتريس ديريكت ايجال زيرو. باه، شنو هما لي كا الاخرين؟ الحقيقه هذوما كان عرضتني كا اخرى تو نقول لك. داكور، دونك هذه علاش؟ باش انت كي تبزنس على الماتريس وتشوفها تثبت فيها اسكي هي ايجال زيرو من الاول ولا ماهيش ايجال زيرو، انت خديت احتياطاتك كونه هي الماتريس هذه سوا ديزون راهي ماهيش ايجال زيرو، دونك ندخل نخدم في لي ديتيرمينون. وديترمينون خذ راحتك، عندك بامال دي ميثود تنجم تخدم به. داكوردو، باهي تو نشوفهم مع بعضنا ان شاء الله. باهي، فوالا ذكرت. دونك الكا الاخرى انه كي تلقى بار اكزومبل الكولون الاول مع الكولون الثاني، راهو كي نحكي كولون زاد ديما ريزون زاد حتى على لي ليني، والا تلقى اللينيا الاول مع اللينيا الثانيه يعطيو الريزلتا نتاعهم، كان تجمعها مع بعضهم يعطيو الريزلتا نتاعهم في اللينيا 3. مثال، لو فرضنا انه تو نجمع لو دو ليني الاولاني موان زان بلس ان قداش؟ موان زان بلس ان يعطيني زيرو. لو فرضنا في ليني تروا لهنا عندنا زيرو، وهنا كيف كيف كي نجمعهم هنا زاد نلقى زيرو ولهنا نلقى دو،
يعني كي نجمع انا اللينيا الاول مع اللينيا الثانيه نلقاه الريزلتا نتاعو موجوده في اللينيا 3، دونك زاد هذايا راهو كيف كيف ايجال زيرو. باه والا بالعكس، يعني نطرح مثلا عندي الكولون 3 والكولون 2، كي نطرحهم مع بعضهم نلقى الريزلتا نتاعهم في الكولون الاولى، هذه زادة ايجال زيرو. جينيرالمون هذوما تو لي كا انك يعني دوب ما تخسر لها الماتريس تعرف اللي راهي ستي ماتريس نول، ايجال الديتيرمينون نتاعها ايجال زيرو. واضح؟ يلا بينا سيدي نشوف احنا تو باش نثبتوا. مثلا لو بار اكزومبل عندي هنا موانزان، هنا بار اكزومبل هذايا مختلف على هذا، كيف كيف مختلف على هذا، لي ليني زاده ما عنديش حتى دو ليني كيف كيف، ولا دو ليني ضد بعضهم، ولا ليني مع ليني يجوني ليني اخرى، ما عنديش. دونك الماتريس هذه متاكد انها الديتيرمينون تاعها راهو ديفيرون دو زيرو في بطبيعه الحال، دونك راهي انفرسيبل. هتنشوفوا واش معناها انفرسيبل تو دو سويت. توا باش نشوفوا ليزيكزارسيس، ليكزارسيس ولا لي كيستيون. كيستيون عندنا كات كيستيون. بون اول كيستيون قال لي ديتيرميني لي فالور بروبر دو ا. هنا ادروات جيست حطيت شنو كيفاش نجم نجاوب على شاك كيستيون. مثلا الكيستيون الاولاني بور ديتيرميني لي فالور بروبر، ولا فما شكون يكتب لي بولينوم كاركتيرستيك لي فالور بروبر بولينوم كاركتيرستيك هما بيت. القاعده نتاعهم هي سي لو ديتيرمينون، c'est-à-dire qu'il fallait chercher le déterminant de la matrice A moins XI 3. Je n'ai pas monsieur A, XI 3. L'A est la matrice A. L'X est une variable inconnue, notre X. L'I 3, c'est une matrice identique d'ordre 3. Je n'ai pas I 3. I 3, par exemple, I 3, c'est une matrice identique d'ordre 3, c'est-à-dire les diagonales de la colle 1, 1, 1, ou le chrin col, égal à 0. Voilà, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est ma matrice identique d'ordre 3. Voilà. Bien. الكيستيون الثاني اتو نشوفوا كيفاش نخدموها القاعده هذه. الكيستيون الثاني قال لي مونتري كو ا اي دياغوناليزابل، ثم اكثر من حاله تبين ان ا اي دياغوناليزابل. تو نشوفوا مع بعضنا، قلنا لهنا ا اي دياغوناليزابل سي سولمون سي لي فالور بروبر اللي لقيناهم بكري راهم يكونوا ديستان. اش معناتها ديستان؟ سي تادير يلزمهم يكونوا ديفيرون. ولو الفرضة الثانية حتى لو كان هذا ما همش ديستانس تدير ما همش ديفيرون، دونك يلزمني نحسب لا ديمونسيون دو كير دو شاك سوز اسباس بروبر دو اتر ايغال لوردر دو ملتيبليسيتي دو شاك فالور بروبر. شنو مسيو هذيا دخلت بعضها ما يسالش. خذ معايا توا جيست البلان كيفاش باش نجاوبو ومن بعد توا نفهم. Bon, la matrice 3, plutôt question numéro 3, déterminer la matrice de passage P. Parfois, ça m'a joué avec P. Mais matrice de passage P, c'est une matrice de passage. Mais matrice de passage, il y a le fruit, le calcul, le source espace propre, le calcul, le calcul. Donc, les vecteurs, le calcul, ils sont tels qu'ils sont là. Donc, exercice 3, ما فيش برشا خدمة جيس باش تاخو الريزلتا نتاع الاكزرسيس 2. باهي ديدوي ليكسبرسيون دو لا ماتريس ا ا بوسونس موانز ان لانفيرس دي با، هي سيتين فورميل سهلة فيها شوية كالكيل. نشوفو مع بعضنا.